عسلام عسلام اختي. صباح؟ الحمد لله صباح بيان. كيفاش تشوف القروين اليوم؟ كيفاش شوف تونس؟ انا في القروين حسب ما راه قاعده بشويه على الكلام اللي قاله قيس سعيد سيد الرئيس. فما تحسن في البلاد، فما واحد الشباب باش يحب هو لهنيه، شباب يحب خدمه ويحب مثلا مشروع حاجه يبدا علاش يبقى مثلا نقولوا احنا مش يهاجر ولا كي يبدا يلقى خدمه ويلقى واحد ما ويبقى بحذا ميمته بحذا بيو بحذا فاميلته. زيادة الشباب لهنا ضايع، العباد تشرب باركيزول ودوايات ويامات مشو ما يدخلونا فيها يسكتوا في الشباب كيما النهضة تسكت فينا ودوايات. واش الشيء اللي داخل من تونس كامله شكون يدخلنا فيه؟ مهم هما يدخلوا فيها ولا واحد يبدا يستعمل ولا حاجه ولا يتكيف يمشي يعمل لك يدوروا بعام ويسيبوا كيما نقولوا نحن الروس الكبار في البلاد. فهمتني اختي؟ كيما نقولوا البلاد راهي ماذا بينا تتحسن وماذا بينا كيما نقولوا فيها شباب الحوم الشعبيه الكل في تونس كامله راهو يعلم بها كان ربي. اسمعني انا ريت حاجه يجي نبعدوا هكا شوي. انت توا كيفاش حسيت روحك معناها في 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 بلادك؟ والله انا واحد من الناس في بلادي ايش مش نقول لك، انا بالنسبه لي انا الوضع ان شاء الله نقول ان شاء الله تتحسن وكهو. نحن نقول ان شاء الله قيس سعيد بالقرارات اللي اخذها ان شاء الله البلاد تتحسن، سورتو القروين. سور القروين راي بالرسمي راهو عندها حضاره وعندها تاريخ وعندها رجالها قبل وقفت لها ولتو وما زلت فيها رجال. راهو ماذا بينا يتلفتوا لها شوي وكهو، ومبا شوي كيما المشروع نتاع السبيطار يبداو فيه مثلا حتى نسبة البطالة تقل في القروين نقولوا احنا. فهمتني؟ ولعبة الشباب يعلم به كان ربي لهنيا. احكي شوية على الشباب. والله الشباب يعني علاش ولا يستهلك ياسر مخدرات؟ علاش ولا يستهلك ياسر زطلة ياسر حرب؟ من الوضع تو يبدا شباب كيما نقولوا ماخذ الباك ولا متخرج يتلفت يلقى روحه على في القهوة يفز صباح حتى 2000 هالدينار ما عنده مش مش يعمل ما هو يقول لك نمشي ناخذ كيما نقولوا فيها طرف زطله ولا طرف ولا شويه ولا كعبه حريبش ولا واحد ويمشي يبدا شيخ مع مخه ينسي في روحه في البلاد. فهمتني؟ كان جات فما خدم وفما نقولوا نحن فما معيشه وفما منين يدبر راسه فما منين يخدم وواحد مش يحرق. كان جات الدوله ذي كان جات كيما القروين برشا تونس كامله تتكلم القروين يجيبوها كان في هاو قتل هاو شد بالسيف هاو اغتصب هاو عمل هاو اختطف هاو عمل هذيك هاو. لكن كامور خدم وامور مشاريع في القروين ما يتلفتوا ليهاش، يتلفتوا لها كان في الاخمج نقولوا نحن بلغتنا الدارجه كان في الاخمج. علاش الصوره المتداوله هذي؟ والله هي الاخمج راهو في كل بلاصه في تونس كامله في كامل الجمهوريه 24 ولايه راهو فيها الاخمج. لكن كل بلاد ورطال القروين راهي ديما كيك. القروين في كل شيء راهي هي سبب وهي سبب وراو كل شيء يحطوه في القروين. اي حاجه يعملوها حتى في تونس يقول لك في القروين، حتى يعملوها في اي بلاصه يقول لك القروين. وهما ما يدروش على قمج اللي صاير في تونس وصاير في اي في برشا بلايص. اما كيما نقولوا نحن القروين لحمتها حلو في ساعه تتهز في الافيام تك تك تتلفتي وعنا الاعلان مشوا الفيسبوك والدنيا حابه يردوها قب. فهمتني اختي؟ نحن ولا الشباب لهنيه انت كان تدخل تعمل دوره في الاحوام الشعبيه انت لو لهنيه وسط بلاد ذي تسمى ادخل للاحوام الشعبيه ادخل للبرج ادخل ناس فيقص ادخل للمنشيه ادخل شوف العبيد كيفاش تبدا تفغم تحت الحيوط يعني بها كان رب الخالق. هادي عبيد راهو الشباب راهو هزوا صاير او صاير عبيد ماذا هادي صاير ما عادش فيه غادي يخمم لك في شق لك البحر ويقول لك وما نقعدش في البلاد هذي ويزيد هو يشق لك البحر يعمل لك 5 ملايين يعلم به كان ربي منين دبرهم اللي تسلف اللي بعث بيع ذهب بامه اللي تسلف اللي يعملهم الكل في الاخر يعمل لك يمشي في 24 ساعه يجيبوا في ساعه وياخذوا عليه في ثلاثه الراس ياخذوا عليه في 3000 يورو 3000 يورو اللي هما 9 ملايين فا انت كي تاخذ عليه في 3000 يورو اعطيه هكلي اعطيه شطر باللي مشي عوض. وانت علاش تخلي تاخذهم الدوله وتقول لك بركه وانت كي مش يرجع لك من البلاد هذيك يعلم بيك ربي ماشي وشاك البحورات وفجيع ورديا وام وبي ويعلم بهم كر انت علاش وصل باش يعمل الشيء هذاك علاش وصل تو فما واحد يلقى خدمه لهنا وشوق بحر
صحيح واللي ما فهميهاش يلقى يعني اليوم شباب طالبين 50% شباب راهو يخمم في الهجرة أبار اللي يخمم في الهجرة طالبين مواطن شغل يعني طالبين مواطن شغل طالبين شوية لهوة بال 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 تلهينا بالبلاد اعمل خدمة شوف الخدمة شوف الخدمة شوف العبيد قيس صعيد نحن رانا نحن كشباب رانا واقفين معاك غادي انت تكلم ونحن رانا وراك غادي رانا ما حشتناش بحد شيء لا حشتنا باش نولوا لاباس علينا لو هو الغني ربي اما حسن لنا الامور شوي تويحت كي يلقى كيما قلت لك يلقى خدمه لهنيا مش يخمم في الحرقه ما يخممش يقول لك نقعد بحضة ميمتي وبي ونيريكش ويبدا يخدم ومترسم وجو به صحيح واللي هادي الشباب الكلها تو ريت اخزر القهوه كانت تشوف القهوه الكلها راهي مثقفه ومثقفين ومتخرجين رشاد القهوه يعلم بها مكرب يقرا 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 يحط 12 13 سنه قرايه وبعد يجي على القهوه يدي في اوروبا يتخرج منها طف يلقى خدمه من ما فهميش عادل معناه اللي قاعد هذه العادل العادل مشي مع سيدنا عمر هذا يحطها قاعد مشي مع الرسول والصحابه العادل هذا وما صالح ما حشتنا بحد شيء نحن يتلفتوا لنا شوي وكهو الشعبيه بيعلم بيك الرب انا يعني قلت لك اختي ادخل للحوام الشعبيه تو تشوف ياكم انتم تصوروا راهي وسط بلاد هذايا اما ادخل للاحوام الشعبيه تو تشوف العبيه تو تحسوا بالعبيه ما يحس ويعرف كان اللي عفس عليها ما يحسوا كان ببعضهم اك الاحوام الاحوام الشعبيه بصفه عام يبدا يريسك لك لهنا يبيع لك في شنيا الشيء اللي لزه هو باش يريسك يقمر على روحه بسبعه وبعشر سنين شنيا الشيء لقى خدمه وفما واحد يلقى خدمه في الحليل ويمشي يريسك عبيد دايم طايشه بالسنين ويعلم بها كرب زعما هو لقى الوضع مريقل في البلاد خصوصي في القروين ودي ابيض راهو يعلم بها ربي ودي راهو الفقر والبطاله ودي والهم وراهو ودي وكل ما فيها شيء القروين اكثر من البلاي لهنيه لحو هذه ما فيها شيء ما تلقي وين تمشي ما تلقي وين تمشي ريتي عندك ها ها معروفين البلايص ها حياتي جيري باب الجلادين السيور الجامع الكبير تحبس ما تلقى وين تمشي ما تلقى وين تتحرى لا بيد رشاقة عبيد موت عبيد يعلم بها كالرب عبيد من الهم راي تيقرة صغيرة ما عادش فيها ودي عبيد يمشي ويمشي ويجو يمشي عبيد تروح بمراوحة أربعة وخمسة مرات سيس قيس سعيد رانا ما طالبين منك حتى شيء كانت تلفت للبلاصة هذي لا أكثر ولا أقل راو الشباب ضايع راو الشباب كليها الدواء وكليته السطور وكليته المخربقات الكل